دلوقتي معادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها والتقرب إلى الله في هذا الشهر الفضيل. هنتابعها من خلال هذا التقرير اللي هو بعنوان لا تغضب. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أحد الصحابة جاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. الصحابي كان مستني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حاجة كبيرة جدا، لكن النبي قال له لا تغضب. الصحابي استقلها: أنا عايز وصية كبيرة يا رسول الله. وكرر طلبه: يا رسول الله أوصني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب. فالصحابي ما زال بيستقل الوصية: أنا كنت أظن النبي هيوصيني بحاجة كبيرة جدا. وكرر طلبه للمرة الثالثة وقال: يا رسول الله أوصني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له للمرة الثالثة لا تغضب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحط إيديه على حاجة مهمة جدا في حياتنا، على مفتاح كل شر: الغضب. خد بالك، الوصية اللي الصحابي استقلها دي مش حاجة قليلة ولا حاجة. كل حاجة وحشة بتحصل أولها الغضب، كل حاجة حلوة مننا بتروح أولها إني أنا أغضب، سواء كانت نعمة، سواء كان صاحبي، سواء كان فعل أي حاجة في حياتنا. لو أنا غضبت هخسر حاجات كتيرة جدا، ولو تملكت نفسي وقدرت أحافظ على هدوئي وعلى اتزاني أكيد هكسب كتير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا مدحه في القرآن وصفه بوصف جميل جدا، قال: إنك لعلى خلق عظيم. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمان بيقول كلام مهم قوي لازم نعرفه، بيقول لنا كده كلام لازم تحفظه مدام وصل لك: حرم على النار كل هين لين سهل. حرم على النار كل هين لين سهل. اوعى تغضب، خليك دايما متحكم في تصرفاتك. خلي آخر مرحلة في حياتك إنك تخرج عن شعورك دي، خليها كمان مش في حسبانك أبدا، إنما دايما خليك منضبط، خليك واعي جدا لوصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.